هاي يا ولدي، ما في احد من الجيران جاب فطور؟ لا والله يبا ما جاء احد. عطنا باقي الفطور يا ولد. كلهم راح الفطار الصايم. الحقهم الحقهم. يا ابن الحلال بنشارك، انت تصدق على هالضعوف والمساكين. تعال يا صديق صديق صديق. وين روح يا صديق؟ روح غرف. خلاص خذ هذا اكل سوا سوا صديقك. ابو محمد ناقصكم شيء الافطار الصايم؟ صدق والله تحتاجون شيء. يا حام الله كريم وربك الله كريم. انت انا كله مسكين، لكن انت نفر ما في معلوم.